تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا وإلى عناوينها. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا للجنة المكلفة بتقييم وتصويب عمل الموانئ. المحافظ لملس يعقد اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن. انتقال حضرموت يدشن البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل إعلامي المجلس ومناصرية. الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع تقف أمام الوضع الأمني في الوادي والصحراء وتداعياتها الأمنية المؤسفة جراء استمرار نزيف الدم. في الذكرى التاسعة لانتخاب هادي، دم الشهداء يلاحق القتلى. أهلا بكم. ترأس رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة عدن اجتماعا للجنة المكلفة بتقييم وتصويب عمل الموانئ البرية والبحرية لإقرار خطة عملها ونزولها الميداني. وناقش الاجتماع خطة العمل المقدمة من اللجنة وتشكيل اللجان الرئيسية والفنية وآليات النزول الميداني والمهام المكلفة بها والمدة الزمنية المحددة والوزارات والجهات المشاركة فيها والمخرجات المتوقعة منها في ضبط أداء المنافذ ومعالجة الاختلالات القائمة وعدم الازدواجية بما يضمن رفع مستوى الإيرادات العامة. وأقر الاجتماع الخطة المقدمة من اللجنة وكلفها بسرعة تنفيذها. هذا وطرح المشاركون في الاجتماع عددا من المقترحات لمساعدة اللجنة الرئيسية واللجان الفنية والميدانية في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة وبما ينعكس إيجابيا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية. عقد محافظ العاصمة عدن أحمد لملس اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. وفي الاجتماع شدد المحافظ لملس على ضرورة تكاتف جميع قيادات وكوادر المؤسسة لمواجهة الوضع الاستثنائي الصعب الذي تمر به المؤسسة في ظل انعدام الدعم الحكومي وتدني الإيرادات المالية. واستعرض الاجتماع مصفوفة احتياجات المؤسسة من المشاريع العاجلة والاستراتيجية. كما ناقش الاجتماع سبل توفير الدعم المالي للمؤسسة لتمكينها من توفير احتياجاتها والإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها في ظل انعدام الدعم وشحة الموارد. إلى ذلك استعرض مدراء الإدارات التخصصية ومدراء المناطق أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه أعمالهم وتحد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين والمقترحات الكفيلة بحلها. في سياق آخر، التقى المحافظ لملس بمديرات العموم لمكتب الثقافة ومكتب الإعلام ومكتب تنمية المرأة بالعاصمة عدن. وفي اللقاء حث المحافظ لملس المديرات على العمل باجتهاد في انتشال أوضاع المكاتب الثلاثة وتفعيل أنشطتها والتفكير في طرق وأساليب علمية حديثة لإدارة القطاعات، نوها بأن قطاعات الثقافة والإعلام وتنمية المرأة تعد مساحات خصبة وواسعة للعمل والإبداع والتميز والإنتاج وزاخرة بالخبرات والمبدعين والمواهب الشابة، وعليهم رعاية الكوادر وأهل الخبرة والاستفادة من خبراتهم الطويلة واحتواء المبدعين والموهوبين وصقل مواهبهم بما يكفل إبراز الوجه الحقيقي للعاصمة عدن. أشاد رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبناء محافظة أبين في الدفاع عن الوطن ومواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية والميليشيات الحوثية. جاء ذلك أثناء استقباله بمقر المجلس بالعاصمة عدن عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية وأعضاء من الجمعية الوطنية من أبناء محافظة أبين، حيث أطلعهم على سير العملية التفاوضية والتي أنتجت اتفاق الرياضة، مجددا التأكيد على حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على تنفيذها سياسيا وعسكريا. وأكد دكتور الخبج على أهمية تكاثف الجميع والعمل الجاد مع حكومة المناصفة لأداء مهامها لانتشال المواطن من الأوضاع الصعبة التي يعيشها، مشددا على أنه لا مجال للفساد في هذه المرحلة، لافتا إلى أن إدارة عملية التغيير القادمة هي مسؤولية كل فرد في المجتمع وأن الفرصة سانحة لتكون محافظة أبين نموذجا في هذا الجانب. ناقش اجتماع بالعاصمة عدن آلية سير عمل المراكز الصحية
وكيفية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمديرية صيرة. وتناول الاجتماع كيفية تحسين إيرادات المراكز الصحية والاستفادة منها لتحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز لمواطني المديرية والمديريات المجاورة. وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل مكتب الصحة ومركزي الميدان والقطيع الصحي في نقص الكادر الصحي والميزانية التشغيلية وتوفير وقود لتشغيل الأجهزة الصحية في أوقات انطفاء الكهرباء. وأكد مدير عام مديرية صيرة حرص السلطة المحلية بالمديرية معالجة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المراكز. وإلى المكلا، اطلع وزير النفط والمعادن عبد السلام باع عبود على سير العمل ومستوى تنفيذ الخطط في مكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت. وأكد الوزير باع عبود على أهمية التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة بما يحقق التطلعات والارتقاء بمستوى العمل في المكتب، منوها الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل والانضباط الوظيفي، ومشددا على القيام بالمهام المناطة بالمكتب وتنفيذ الخطط والبرامج بما يتواكب مع تطلعات وخطط قيادة الوزارة. من جانبه، استعرض المدير العام لمكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت الدكتور خالد باشامخة آلية العمل بالمكتب، مقدما أبرز الاحتياجات لتطوير مكتب فرع الوزارة. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش على الإشكاليات الخاصة بمنشأة نادي التضامن بالمكلا والتعدي عليها. ووجه الوكيل بن حبريش خلال لقائه الهيئة الإدارية لنادي التضامن الجهات المعنية والأمنية بوقف أي أعمال في الموقع حتى يتم الفصل فيها من قبل القضاء، مشددا على الحفاظ على المنشآت الرياضية بوصفها مصالح عامة تعود بالنفع للشباب والرياضيين. عقد مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت اجتماعا للجنة التقييم لأعمال معرض الوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية الخاص بالبنات في نسخته 20. وخلال الاجتماع أكد الوكيل جمال عبدون أن المعرض ضم 8 أجنحة، منها الوسائل التعليمية والمختبرات والحاسوب والابتكارات والمجلات الحائطية والفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي، مبينا أن المعرض من المقرر أن يقام يومي 24 و25 من فبراير الحالي على مستوى مديريات المحافظة، والذي تحتضنه روضة 30 نوفمبر بمديرية مدينة المكلا، لافتا إلى حجم الإقبال على المشاركة من قبل المدارس. هذا وخرج الاجتماع بجملة من المقترحات التي ستسهم في تميز فعاليات المعرض. ناقش مدير عام مديرية المكلا المهندس صالح العمري مع مدير مكتب الزراعة والري المهندس فوزي بن عثمان ورئيس جمعية فوة الزراعية سعيد بانصر أوضاع المزارعين والفلاحين بالمناطق الريفية غربي المكلا. واستمع المدير العمري من مدير مكتب الزراعة والري إلى جملة من المشكلات التي تواجه المزارعين والفلاحين والعراقيل التي تعترض عمل مكتب الزراعة والري بمديرية المكلا. وطرح رئيس جمعية فوة الزراعية عدد من المقترحات والحلول لحل إشكاليات المياه وضمان تنظيم عملية الري بين المزارعين. وأكد المهندس العمري بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لجميع المزارعين وفق الخطة والإمكانيات المتاحة. دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب إعلامي المجلس الانتقالي في كافة مديريات المحافظة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. قوة مجابهة يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت على تأهيلها لتكون سدا منيعا أمام الحملات الإعلامية الشرسة ضد الجنوب وقضيته. دورة تدريبية دشنتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت ضمن سلسلة دورات في برنامج تأهيلي لإعلامي المجلس ومناصريه في حضرموت. نشلنا اليوم بناء دورة بناء القدرات الإعلامية لإعلامي المجلس الانتقالي في مديريات حضرموت ساحلا وواديا. هذه الدورة أو هذه الدورات ما في شك ستضيف إلى الدوائر الإعلامية الكثير من المعرفة والكثير من التميز.
الذي يحتاجها المجلس في هذا الظرف من خلالهم لنقل كل أحداث المجلس من نشاطات وكذلك من التزود بمعرفة أعداد التقارير الصحفية والفنية وما إلى ذلك. فالإعلام هو عصب العمل في المجلس الانتقالي، وفي سواء كان في نشاطاته السياسية أو الاجتماعية أو الجماهيرية. البرنامج التدريبي الذي نظمته الإدارة الإعلامية بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بحضرموت وتنفذه مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية يشتمل على عدد من الدورات التدريبية في مجالات الإعلام المختلفة والإعلام الجديد على وجه الخصوص، حيث استهدف البرنامج مديرو والإدارات الإعلامية ومساعديهم في مديريات المحافظة. هذه الدورات ستشمل عدد كبير يعني من مجالات الإعلام الجديد، في يعني كيفية تأسيس الصفحات الاجتماعية، العمل على المنصات التواصل الاجتماعي، إعداد التقارير الجرافيك وغيرها من الفنون الإعلام الجديد. نشكر فخامة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي على استجابته لتنفيذ خطتنا. برنامج مقسم على مراحل، المرحلة الأولى ستبدأ من اليوم، سيكون فيها محورين اللي هو إدارة المنصات الإلكترونية ومنتج الفيديو جرافيك، بالإضافة إلى أنه سيكون معنا مرحلتين أخرى ستقسم على فصلين في خلال العام 2021. ومن خلال هذا التدريب والتأهيل نستطيع أن نقول أننا في حصانة إعلامية لجميع الإعلاميين والكوادر الإعلامية بالمديريات، ويعتبر الإعلام هو حجر الزاوية ومرآة عاكسة للقضية الجنوبية. قرابة 20 متدربا سيتلقون عددا من المعارف والمعلومات في مجال الإعلام من خلال هذا البرنامج الذي سيسهم في بناء كوادر مؤهلة ستتصدى للحملات الإعلامية المغرضة. لقناة المكلا، محسن بالبحيث. وقفت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع في اجتماع لها أمام الوضع الأمني في الوادي والصحراء وتداعياتها الأمنية المؤسفة جراء استمرار نزيف الدنبة، وأكد الاجتماع على التمسك برؤية مؤتمر حضرموت الجامع بمعالجة ووقف الاختلالات الأمنية المريرة من خلال إصلاح المنظومة الأمنية وتمكين أبناء المنطقة من استلام وإدارة الملف الأمني في الوادي والصحراء. وأعربت الأمانة العامة على ضرورة مخاطبة الجهات الحكومية المختصة حول تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمعالجة الوضع الأمني بالوادي والصحراء، ومنها الطريقة التي تمت في استيعاب 3000 جندي حسب التوجيهات الرئاسية المطالبة في التحقيق حول ذلك لضمان الاستفادة المثلى من هذا التجنيد واستيفائه بالطرق القانونية السليمة بما يعزز المنظومة الأمنية لأبناء حضرموت. في الوادي والصحراء وجهت السلطة المحلية باعتماد توفير مدخل لإعادة ضخ المياه من أبار حق الموشح بمديرية الشباب بشبكة التوزيع العامة للمواطنين بكلفة 20,000 دولار. كما وجهت السلطة المحلية باعتماد أنابيب لشبكة منطقة قريوو الجديدة بتكلفة 55,349,500 ريال يمني. وشددت السلطة بالوادي إلى تعزيز عمل المؤسسات الخدمية في المديريات بما يسهم في استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين، موضحة إلى أهمية سرعة تنفيذ هذه المشاريع وإدخالها الخدمة قبل شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن السلطة المحلية بمديرية شباب تقوم ببناء المبنى الخاص بالمضخة. حملت قبيلة آل جابر كتيبة الجيش المرابطة في مديرية القطن التابعة للمنطقة العسكرية الأولى المسؤولية الكاملة لما حدث من عمل إجرامي أسفر عن استشهاد 2 من أبنائها واختفاء 3. وأكدت قبيلة آل جابر في بيان لها جاء بعد عقد لقاء لمقادمة أعيان القبيلة لتدارس الأحداث الأخيرة حول القضية بتحميل قيادة كتيبة جيش المنطقة الأولى في مدينة القطن كامل المسؤولية في استشهاد أبنائها وإخفاء آخر. استقبل قيادة جبهات محور الضالع وقيادة المحافظة وفدا رفيع المستوى من قيادة قوات الدعم والإسناد في العاصمة عدن
على رأس قافلة كبيرة تحمل دعماً متنوعاً تعزيزاً لصمود وانتصارات المرابطين في الجبهات. وخلال الزيارة اطلعت قيادة قوات الدعم والإسنادة على الخطوط الأمامية لجبهات القتال شمال الضالع، تفقدوا فيها سير العملية العسكرية والحربية والجاهزية القتالية لوحدات القوات المسلحة الجنوبية والمشتركة في الخطوط المتقدمة، مشيدة بصمود المرابطين في الجبهات، وباركت لهم الانتصارات التي يحققونها في التصدي للميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً. أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام أن فرق المشروع نزعت منذ بداية شهر فبراير إلى تاريخ 19 من نفس الشهر ما يقارب 5000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وقال بيان صادر عن غرفة عمليات مشروع مسام أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 1531 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وخلال الأسبوع الماضي نزعت 1041 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان و388 لغم مضادا للدبابات و100 لغم مضاد للأفراد. هذا وتكون فرق مسام قد تمكنت منذ بداية شهر فبراير إلى تاريخ 19 من نفس الشهر من تطهير ما يقارب 900 ألف متر مربع من أراضي بلادنا كانت مفخخة بالألغام والذخائر. تعود الذكرى التاسعة لما يسمى بانتخاب الرئيس هادي وسط متغيرات مختلفة ودعوات لإعادة الاعتبار لشهداء الجنوب الذين سقطوا في 21 من فبراير قبل 9 سنوات رفضا لفرض هادي رئيسا شرعيا وممثلا عن الجنوب. بإرادة حقيقية وأصوات عالية واجه الجنوبيون قبل قرابة العقد من الزمان ما يعرف بانتخابات الرئيس هادي. الذكرى 29 من فبراير تتصدر مساوئها المشهد العام. ذكرى سقوط شهداء الجنوب برصاص قناصة الأمن المركزي بعد رفضهم للشرعية المزعومة، شرعية الرجل الواحد دون منافسين وبقوة السلاح كان الشباب الثائر لها بالمرصاد في ساحات العاصمة عدن والضالع والمكلا. ائتمار من لا شرعية لهم مع قادة الأحزاب السياسية كان يكفي لمن لا عقل له أن يعود لرشده لكشف حجم المؤامرات التي تدار على الأرض والإنسان بين ظهراني الغرف المغلقة. افتراش الأرض والتجمهر أمام المقار الانتخابية في مختلف المحافظات كان قد سبقه عزوف في الساحة الجنوبية عن فكرة الانتخابات، إلا أن مواجهة العوام بالحديد والنار أشعل موجة غضب عارمة تلاها رمي لصناديق الاقتراع الفارغة وحرق لصور المرشح الوحيد بهذه الطريقة. والآن إلى أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا للجنة المكلفة بتقييم وتصويب عمل الموانئ. المحافظ لملس يعقد اجتماعا موسعا لمجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن. انتقال حضرموت يدشن البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل إعلامي المجلس ومناصريه. الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع تقف أمام الوضع الأمني في الوادي والصحراء وتداعياتها الأمنية المؤسفة جراء استمرار نزيف الدم. في الذكرى 9 لانتخاب هادي، دم الشهداء يلاحق القتلى. السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. إلى اللقاء.